جود مورنينج، صباح الخير، اهلا بيكم في برنامج السيارات. عرضنا اليوم طبعا عرض السعاده اليوم على السياره المالي 2019 1.5 انجن توربو تشارج 163 باور سباور. اهم شيء في السياره دي طبعا استهلاك البترول الواحد على الشاشه 17 كيلو. طبعا احنا بنتكلم عن رقم واحد، التشغيل عن بعد، ال LED دي، الحساسات الاماميه والخلفيه، الامتداد 18، طبعا عندنا كل زك على الابواب، الكراسي اللي فيها جلد كابل طبعا مع السماعات البوز، الميموري سيت للسايق وضعين، العدادات الديجيتال كامله، طبعا في عندنا فتحه سقف البانوراما والنافيجيشن والابل كار بلاي والاندرويد اوتو والحساسات الخلفيه. سياره من السيارات الوحيده اللي بيكون فيها طبعا مساحه خلفيه ما شاء الله كبيره جدا زي ما احنا شايفين، مكيف خلفي واثنين يو اس بي ورا وبلاج للكهرباء العاديه تقدر تشحن اللابتوب بتاعكم طبعا فيها واحنا ماشيين على الطريق. السيارة طبعا عندنا معاها التأمين والتسجيل والمخفي، ضمان 3 سنين او 100,000 كيلو، 4 سنوات مساعدة على الطريق، قسط شهري لا يتعدى 1600 درهم فقط لا غير. معاكم مهند اسماعيل 050 516 3525، أهلا بيكم في حلقة السيارات، شكرا.